شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثلاثين والتي ستعقد في الجمهورية التونسية الشقيقة يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من مارس عام 2019 وقد ناقش الاجتماع التحضيري القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية وقر الاجتماع العديد من مشاريع القرارات المرفوعة للقمة العربية والتي تناولت القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وهضبة الجولان السورية العربية المحتلة وتطورات الاوضاع في كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنيه ودولة ليبيا والتأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى وإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتأكيد على صيانة الأمن القومي العربي وتطوير من المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان. هذا وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة قد شارك في الإجتماع التشاوري الذي عقده أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الإجتماع التحضيري للقمة العربية.